بصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. نبدأ نشرتنا الرياضية بآخر مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم ومنتخب المغرب اللي تأهل للدور 16 لنهائي كأس العالم وهو متصدر المجموعة الستة بعد الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف. سجل للمغرب حكيم زياش ويوسف لنصيري وسجل لكندا اللاعب المغربي نايف أكرد بالخطأ في مرمى. في المباراة اللي جمعتهم على استاد الثمامة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم. المنتخب المغربي تصدر ترتيب المجموعة السادسة بعد الفوز على كندا وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب إفريقي بيتصدر مجموعته منذ احتلال منتخب نيجيريا صدارة مجموعته في كأس العالم وده كان سنة 1998 في فرنسا. حكيم زياش مهاجم منتخب المغرب سجل أسرع هدف للمنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم في مرمى كندا في الدقيقة 33 ثانية من عمر المباراة. الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اشاد بتأهل منتخب المغرب وكتب على حسابه الرسمي على موقع تويتر: المغرب تتأهل رسميا الى دور 16 من كأس العالم، اسود الاطلس يكتبون التاريخ في ملاعب المونديال. المنتخب الكرواتي تعادل سلبيا مع المنتخب البلجيكي في المباراة اللي اتلعبت على ملعب استاد احمد بن علي المونديالي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم. بالنتيجة دي ودع منتخب بلجيكا فعاليات بطولة كأس العالم بعد ما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم برصيد 4 نقط ومنتخب كرواتيا في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقط. حصل لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا على جائزة أفضل لاعب في مباراة بلجيكا وده بعد اختيار اللجنة المنظمة لكأس العالم له كرجل المباراة بعد المستوى الفني الكبير اللي ظهر به أثناء المباراة. المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز رحل عن منتخب بلجيكا وده بعد ما ودع المنتخب بطولة كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات بعد التعادل مع كرواتيا. وأكد الاتحاد البلجيكي على حسابه الرسمي أن قرار رحيل مارتينيز تم اتخاذه قبل كأس العالم لقطر 2022. منتخب اليابان كمان حقق الفوز على حساب المنتخب الإسباني بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم. جت أهداف المباراة عن طريق كل من ألفارو موراتا لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 12 وسجل لليابان كل من ريستو دوان وأو تاناكا في الدقيقة 48 و51 على التوالي. وودع منتخب ألمانيا كأس العالم رسميا من دور المجموعات على الرغم من فوزه على كوستاريكا بنتيجة 4-2 في اللقاء اللي جمع المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 وده في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات. كاي هارفيت لاعب منتخب ألمانيا حصل على أفضل لاعب في مباراة المنتخب بلاده أمام كوستاريكا بعد مساهمته بهدفين في الفوز. طبعا ده غير الأداء الفني اللي قدمه اللاعب طول أحداث المباراة. توماس مولر لاعب منتخب ألمانيا وهداف الجيل الحالي من اللاعبين في كأس العالم حصل على رصيد 10 أهداف وأعلن كمان اعتزاله للعب الدولي من منتخب أو مع منتخب بلاده بعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم. منتخب اليابان وإسبانيا حجزوا بطاقة العبور لدور 16 بعد احتلالهم المركز الأول والثاني في المجموعة الخامسة في ختام دور المجموعات من كأس العالم. بكده اليابان هتواجه كرواتيا والمغرب وهيكون في مواجهة المنتخب الإسباني في مباراة دور 16. أكد فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال أن كريستيانو رونالدو حظوظه في المشاركة في أمام كوريا الجنوبية 50%. وقال سانتوس كمان خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: هتكون في تغييرات ضد كوريا الجنوبية، اللعب كل 4 أيام عندنا متعب جدا وممكن ينتهي الأمر لإصابات، عندي ثقة كاملة في كل اللعيبة ولازم نلعب قدام كوريا الجنوبية علشان نفوز ونحتفظ بالمرتبة الأولى في مجموعتنا.
تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل أكد أن اللعب بالفريق الاحتياطي في الجولة الثالثة من كأس العالم مجازفة، وده اللي حصل في مباراة فرنسا وتونس وانتهت بفوز تونس على حامل اللقب بنتيجة 1-0. كمان قال تيتي على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة البرازيل وكاميرون: هنحاول نعدل أسلوبنا وأسلوب لعبنا، لكن هياخد وقت طويل. أنا بدرب البرازيل من 6 سنين وعارف أن الوضع صعب دلوقتي لأننا وصلنا لمرحلة الإقصاء. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع ونكمل باقي فقراتنا مع زملائنا في صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لميا.